أهلا وسهلا بكم أصدقائي المفكرون الصغار. نبدأ تماريننا الرياضية، نشاهد مع المعلم ونطبق يا صغاري حتى تصبح أجسادنا قوية وصحية. ما هي اتفاقيتنا مع المعلمة؟ ألتزم بالوقت، أجلس بهدوء، أنتظر دوري، أنظر إلى الشاشة. أحسنتم يا صغاري. راجع الحروف مع بعض. حرف الألف، شاهد المؤشر. الألف، الباء، التاء، التاء، الجيم، الحاء، الخاء. كتبناها مع المعلمة. نسمع هذا الصوت الآن. صوت ماذا يا صغاري؟ ديك. إذن حرفنا هو حرف الدال، دال ديك. اليوم يا صغاري سوف نتعرف على حرف الدال بالحركات القصيرة. أنا الفتحة، أنا الفتحة، فوق الحرف، فوق الحرف، أفتح شفتي، أفتح شفتي عند النطق. د، شفتوا كيف فتحة؟ أنظم، أنظم، أضم شفتي، أضم شفتي عند النطق. دو، أنا الكسرة، أنا الكسرة، أكسر شفتي، أكسر شفتي عند النطق. دي، شوفوا مع بعض، دا دو دي، فتحة والضمة والكسرة. عندنا كلمة دجاجة، دب، ديك. أحسنتم يا صغاري. الآن سوف نقوم بكتابة الحرف ونستخدم معنا استراتيجية المزج. يلا نطبقها يا صغاري معنا حرف الدال. يلا نبدأ نركب البطاقات. أحسنتم، رائعين يا صغاري. وكذا ركبنا ماذا؟ حرف الدال. طبعا حرف الدال من الحروف اللي جالسة ماذا؟ على السطر. نبدأ نضع السطر ونبدأ في كتابة حرف الدال. طبعا مثل ما قلنا حرف الدال بيكون جالس ماذا؟ على السطر. إيش الحركات اللي معناه؟ الفتحة، الكسرة، والضمة. د، دي، دو. أحسنتم يا صغاري. نكمل. طبعا هنا حرف الدال نبدأ نكتب أنا وياكم إن شاء الله، وأعطيكم القلم ونبدأ نكتب حرف الدال يكون جالس على السطر. شكرا لحسن استماعكم. طبعا اليوم تعرفنا على حرف الدال بالحركات القصيرة، الفتحة والكسرة والضمة. شكرا لكم.